لأن في سؤال وايد مهم ودي أسألك إياه. شو حسيتي أثناء ما كنت بينك وبين الموت الشعري؟ بصراحة مع خالد أمين وعبير أحمد. أما كلمتك على المستوى أقصد إن حقوق وواجبات، مو إن إحنا تكون ند بند. أنا مؤمن بأن مشروع الزواج في هذا الزمن مشروع فاشل. في تجربة سيئة يعني عندكم في العائلة صايرة. بس الحين أنت فاهم الحياة؟ أجد يعني إلى حد كبير. يعني ما تقعين بأخطاء. بصراحة مع غدا 10 بتوقيت السعودية على MBC 1.